السلام عليكم ورحمة الله. بتوجيهات من رئيس اللجنة الأمنية تحركت حملة أمنية من جميع الوحدات العسكرية، تهدف الحملة المشتركة إلى بسط سيطرة الدولة على المنشآت العسكرية والمقرات الحكومية شرق مدينة تعز، تمهيداً لانتقال إدارة الشرطة وقيادة المحور والشرطة العسكرية وإدارات أخرى إلى مقراتها الرسمية. فكيف سارت العمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في مدينة تعز؟ وما أهميتها في إطار بسط الأمن والحد من الاختلالات الأمنية التي تعاني منها المحافظة؟ وما ردود الأفعال السياسية والشعبية على الحملة وأهدافها؟ دحر المجاميع الخارجة عن القانون في تعز وبسط سيطرة الدولة موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز واللجنة الأمنية. سعادة العقيد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. حتى تكون معنا سنناقش معك أحداث اليوم في تعز والمجريات الحملة الأمنية التي دارت ولاحقت المجاميع الخارجة عن القانون ونجحت في بسط سيطرة الدولة على كثير من مؤسسات الدولة التي كانت هذه المجاميع ترفضها. إذن معي الآن العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز واللجنة الأمنية. سعادة العقيد، أهلا وسهلا بك. حياك الله أخي الكريم وحيا الله المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك. قبل أن نشرع في الحديث حول هذا الموضوع، المجاميع الخارجة عن القانون وكيف تعاملت اللجنة الأمنية معها، كيف نجحت في بسط سيطرة الدولة على أجزاء أو كثير من المقرات التي كانت تسيطر عليها، دعنا نعلق على حدث اليوم حيث أعلنت جماعة الحوثي مقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد. ما تعليقك على الحدث؟ الحقيقة الحدث يعتبر عملية استخباراتية ناجحة للتحالف العربي وللشرعية، واستهداف الصماد الذي يعتبر الرجل يعني تعتبره الميليشيات بمقام رئيس الجمهورية، أتصور تحركاته ستكون مدروسة، تنقلاته لا يطلع على برنامج تنقلاته إلا طبقة معينة، يعني مجموعة بسيطة محيطة به، وبالتالي العملية عملية اختراق كبيرة في الاستخباراتية كبيرة. وأتصور أنه بعد مصرع الصماد كثير من قيادات الميليشيات الانقلابية ستصبح مستهدفة وستصبح غير آمنة وقلقة، وبالتالي العملية في حد ذاتها أيضا ستسبب انهيارات معنوية، وهذا إذا كانت بيد التحالف، لأن هناك أيضا شكوك أنه قد تكون أيضا تصفيات داخلية أو يعني خلافات وغيره، لكن في الحالين هي عملية كبيرة وعملية مهمة ومفصلية سيكون لها تأثير. بلا شك الميليشيات الانقلابية ستحاول أن تصرف الأنظار عن التساؤلات أتباعها عن مقتل الصماد وعن هذا الموضوع، ستقوم ببعض الأعمال سواء في الداخل اليمني أو باتجاه الأشقاء في الجوار السعودي والخليجي، لكن أتصور أنها ستكون يعني حركات محدودة ليست ذات تأثير كبير، و الأثر الأكبر سيكون لهذه العملية التي كما قلت لك ستبقى كل عناصر وقيادات الميليشيات الانقلابية من اليوم صاعدا قلقة في تحركاته وتنقلاته، وستعتبر يعني أنها قد تستهدف في أي وقت نتيجة الاختراق الاستخباري هذا. نعم، ولعلنا في برامجنا نناقش تأثيرات هذا الحدث وانعكاساته أيضا على جماعة الحوثي وميليشياتهم بشكل خاص في إطار حديثنا في برامجنا القادمة. سعادة العقيد عبد الباسط، اليوم في تعز انطلقت عملية أمنية واسعة
تستهدف أوكار المجاميع الخارجة عن القانون ووضع يد الدولة على المباني والمؤسسات التي كانت خارج نطاقها. حدثنا عن الترتيبات وكيف سارت العمليات. الحقيقة بإشراف مباشر وبتوجيهات من الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وأيضا الأخ نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز الأخ اللواء الركن خالد فاضل، قامت مجاميع رمزية من المؤسسات الأمنية والعسكرية بالتحرك صباح اليوم إلى مقراتها الرسمية، والتي سبق وأن تم الاتفاق على تسليمها للدولة وللجهات المختصة والمعنية. حين بعد وصول هذه المجاميع الرمزية والوحدات إلى أماكنها وفي مقراتها الحكومية الرسمية، فوجئت بعد حوالي ساعة ونص بإطلاق يعني نار كثيف بأسلحة ثقيلة ونوعية، وبالتالي قامت الوحدات الأمنية الموجودة هناك بالتعامل مع مصادر النيران، وأيضا قامت بتمشيط بعض الأوكار وبعض الجيوب التي يتحصن فيها بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون وبعض الميليشيات المتمردة على سلطة الدولة. الاشتباكات استمر حتى ساعات المساء. الآن تشهد المنطقة هناك هدوء نسبي حذر. هناك أيضا مساعي وتواصل بالأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على تسليم هذه المقرات وعلى بسط سيطرة الدولة يعني بوسائل أقل حدة، لكن في الحالين ستظل الأمور مرشحة إلى التصعيد ما لم يعني تسارع هذه الجهات بتسليم المباني وتسليم المتهمين بالاغتيال والقتل وتسهيل عودة الدولة لممارسة مهامها في هذه المنطقة. الهدف من الحملة كما هو يعني معلن من القرار الذي أصدره المحافظ هو عودة مؤسسات الدولة لعملها ودوام كل جهة من الجهات في مركزها الرئيسي كما يقال، لكن ما الذي أزعج من كان يسيطر على تلك الأماكن؟ الحقيقة يعني جميع الميليشيات هي تنزعج دائما من وجود الدولة، أي عناصر متمردة أو خارجة عن النظام والقانون هي يزعجها دائما أن تتواجد الدولة وأن تتواجد المؤسسات الرسمية وأن تعود السلطات الحكومية إلى مقراتها وأن تنتشر وتبسط الأمن، فهذه الأمور تزعج الخارجين عن النظام والقانون. والحقيقة الخارجين عن النظام والقانون هم عناصر بسيطة، نحن لسنا ضد أحد ولا نستهدف أحد بالحملة الأمنية. الحملة الأمنية هي لمصلحة الجميع وهي للجميع وليست عليهم، والهدف واضح جدا هو عودة هذه المؤسسات وأيضا عودة هذا المربع وحركة الحكومة والدولة ومؤسساته بسهولة ويسر وممارسته لمهامه من المقرات الرئيسية لها. المربع الذي أشرت إليه والنطاق الجغرافي الذي تحركت من خلاله الحملة، حدثنا عن وإلى أي مدى نجحت واستعادت بعض المؤسسات وبيد من بقية المؤسسات؟ أخي الكريم، هذا المربع العرضي وشرق تعز وأسفل الجحملية وغيره، هذا المربع توجد فيه معظم المؤسسات الحكومية السيادية الخاصة بالدولة. هناك مبنى قيادة محور تعز، مبنى قيادة الشرطة، مبنى الاستخبارات العسكرية، نادي ضباط القوات المسلحة، مبنى الآثار والمتاحف،
هناك مبنى كلية الآداب، حديقة سيتي جارد، مبنى إدارة الأمن العام، إدارة المنشآت، النقدة، البنك المركزي القديم، صحيفة الجمهورية، ميدان الشهداء، مقر الشرطة العسكرية، يعني مقرات رسمية كثيرة تتواجد وبعضها أهلية، يعني أيضا مثل جمعية بيت هائل والإدارة العامة لبيت هائل وغيرها. فهناك مقرات كثيرة في هذه الأماكن، ووصلت القوات الحكومية إلى هذه المؤسسات وهي متواجدة الآن في معظم هذه المؤسسات. لكن كما قلت لك هي يعني واجهت إطلاق نار كثيف عليها إلى مؤسساتها الرسمية، لكن يجري التعامل مع مصادر النيران. هذه المؤسسات لقرابة سنتين ونيف بيد من كانت؟ والله يعني بيد بعض الفصائل وبعض الجماعات وبعض الكتائب التي تتبع بعض الألوية العسكرية، لكن لم تسلم إلى الجهات المعنية بها. الشرطة العسكرية إلى الآن لا زالت بعيدة عن مبنى الشرطة، أيضا قيادة المحور، إدارة الأمن العام، كلية الآداب وغيرها من المباني الرئيسية ما زالت إلى الآن يعني لم تستلمها الجهات المعنية. وتشكلت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الأمنية وتواصلت مع جميع المكونات وأيضا مع فصائل وكتائب الجيش وغيره والمقاومة، ونزلت هذه اللجنة المصغرة نزولا ميدانيا إلى هذه المواقع، وكان هناك محضر رسمي بأنه يعتبر هذا النزول هو تسليم رسمي لهذه المقرات للجهات المعنية بها. لكن فوجئنا اليوم بعد حوالي ساعة ونصف من ممارسة هذه الجهات لمهامها ووصولها إلى مقراتها الحكومية والرسمية، فوجئنا بإطلاق نار ثقيل ونوعي على القوات الحكومية واستشهاد عدد من أفراد الجيش والأمن في هذه المناطق. كان هناك تسجيل تم تداوله منسوب لأبو العباس يقول بأنه لم يتم إبلاغه يعني أنه يريد أن المحافظ يريد أن يتحرك لبسط سلطة الدولة على هذه الأماكن وأنه يطالب بإيقاف هذه الحملة، ما تعليقكم؟ المحافظ، أنا لم أستمع طبعا للسؤال جيدا، لكن الأخ المحافظ متحمس جدا لعودة سلطة الدولة وممارسته لمهامه من مقراتها الرسمية. وفي أكثر من لقاء واجتماع للجنة الأمنية كان الأخ المحافظ يطرح هذه القضية بقوة ويطالب أن تعود كل المؤسسات الحكومية إلى مقراتها السابقة والرسمية وأن تمارس مهامها من هذه المقرات وأن تحمي وتؤمن المربعات التي هي متواجدة فيها. ونحن تحركنا بناء على هذا، بناء على الأوامر الصادرة والأمر العملياتي الصادر عن قائد عن محافظ المحافظة وقائد محور تعز. طيب دعنا نتجاوز سؤال أبو العباس إلى ما يتعلق بالحملة، هل ستستمر؟ هل تسمعني سعادة العقيد؟ ربما هناك خلل في الصوت أو أن الصوت يصل إليه متأخرا. كنت سألت عن وضع الحملة الآن وهل ستستمر، خصوصا في ظل في ضوء الحديث عن ضغوطات تمارس على المحافظ لإيقافها، ما حقيقة هذه الضغوطات؟ ربما فقدنا الاتصال بالعقيد عبد الباسط البحر المتحدث الرسمي باسم محور تعز واللجنة الأمنية، سيكون معنا وسنعاود سؤالنا له. هل تسمعوني الآن؟ سعادة العقيد، ألو، هل تسمعوني الآن؟ معك لازلت. أهلا،
في إطار قبل أن ينقطع الصوت بك، كنا نسأل عن الضغوطات التي قيل أنها تمارس على محافظ محافظة تعز من أجل إيقاف الحملة، ما حقيقتها؟ والله لا أتوقع أن هناك أي ضغوطات أو أن المحافظ أيضا قد يخضع لأي ضغوطات. الأمر ببساطة شديدة أخي الكريم، هناك مؤسسات دولة رسمية، وهذه المؤسسات الأمنية والعسكرية لديها مقرات رسمية أيضا، وهناك قرار من السلطة المحلية ومن المحافظ أعلى سلطة في المحافظة بضرورة تواجد هذه المؤسسات الرسمية في مقراتها وتأمين مناطقها وممارسة مهامها من هناك. أعتقد هذا الأمر هو محل إجماع بين جميع، مهما كانت هناك من تباينات بين أبناء تعز، لكن الخضوع للدولة وللسلطة الرسمية وتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة من المستوى الأعلى هذا يتفق عليه الجميع، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك ضغوطا ستكون، بقدر ما سيكون هناك استكمال لتسليم بقية المقار وبقية المؤسسات التي ما زالت يعني غير مسلمة للجهات المعنية في السلطات الشرعية. نعم سعادة العقيد عبد الباسط، هل يعني ما نتائج الحملة حتى الآن؟ الحملة قامت اليوم باستعادة عدد كبير من المباني، قامت بالتواجد أيضا في هذا المربع الأمني، قامت أيضا بالتعامل مع بعض العناصر الخارجة عن القانون التي بدأت إطلاق النار واستهدفت الحملة واستهدفت الجنود الحكوميين، وبالتالي حققت أيضا تواجد كبير للدولة. هناك ارتياح شعبي كبير لتواجد الدولة في هذه المربعات، وهناك تفاعل يعني منقطع النظير حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع ومن الأعيان والمثقفين وغيره من فئات المجتمع التعزي. هناك تفاعل كبير مع هذه الحملة الأمنية ومع ضرورة عودة الدولة ومع ضرورة إفراغ هذه المقر الحكومية وممارسة السلطات دورها من انطلاقا من هذه المؤسسات. هناك تحذيرات لكتاب وناشطين وسياسيين من أن تتوقف هذه الحملة بعد أن انطلقت، ما خطورة مثل إذا حدث مثل هذا التصور يعني مثل هذا العمل؟ أنا أعتبر أن هذا يعني عمل خطير جدا إذا تم، لكن لأنه يعتبر استسلام من الدولة والحكومة والقوات الشرعية لعناصر متمردة أو خارجة عن النظام والقانون، لكن لا أتصور أن أحد أو عاقل أو كائنا من كان أو ناهيك عن أن يكون قيادة تعز الرسمية والعسكرية والأمنية ناس تقبل مثل هذا الأمر، إلا يعني في حالة كما قلت لك سهولة وصول القوات الحكومية إلى مقراته وتسليم بقية المقار الرسمية والحكومية بحسب ما هو متفق عليه سابقا، وبالتالي هنا لن تكون هناك أي مشكلة، سيكون تعاون من الجميع وسيكون خضوع الجميع للسلطة الشرعية والسلطة الرسمية وتنفيذ الأوامر وممارسة المهام من المقار الحكومية الرسمية، غير هذا أتصور أنه لن يحدث. سعادة العقيد عبد الباسط، في يعني أشرت إلى أن هذه المجاميع الخارجة عن القانون هي مجاميع محدودة وهي التي بشرت بإطلاق النار، وربما سقط شهداء للجيش الوطني أثناء تنفيذ والأمن أثناء تنفيذ هذه العملية، ما دامت هذه المجاميع محدودة ألا يفترض أن يكون الجيش قد تعامل معها خلال ساعات؟ حقيقة هذا الأمر الذي تقوله أنت الأصل، لكن هناك يعني بعض التغطية يعني أو بعض سوء الفهم هنا أو هناك يعمل على يعني تأجيل الحسم الكلي، لكن ما تم حسمه حتى الآن أنا أؤكد لك أنه يعني نسبة كبيرة جدا حسمت، تبقى بعض الجيوب البسيطة يجري التعامل معها،
وهناك كما قلت لك مساعي للتسليم السلمي، تسليم المباني أو الذي عليهم شبهة أو اتهام بحوادث الاغتيال والقتل وغيره. وبالتالي هناك يعني فرصة للتعامل بعدة إجراءات، سواء إجراءات أمنية أو عسكرية أو أيضا عن طريق العقلاء وبعض الوجاهات. وأعتقد أن هناك تواصل مع الأخ المحافظ، والأخ المحافظ يتواصل بنا باستمرار، ونحن نلتزم حرفيا بتوجيهات الأخ المحافظ، وهو يشرف ويتابع مع الأخ قائد محور تعز حول العملية بالتفصيل وحول الإجراءات المتخذة بالكامل. بمعنى أن هناك وساطات؟ نعم نعم، هناك يعني بعض الشخصيات تتدخل، ولكن يعني الوساطة هي وساطة باتجاه تسليم مقرات الدولة الرسمية، استكمال التسليم، وأيضا باتجاه عودة الدولة، وباتجاه أيضا تسليم من عليه أي ملاحظات جنائية أو مشاركة في عمليات قتل أو اغتيال أو عمليات سابقة. هناك بعض المقترحات في هذا الصدد، إن شاء الله أن تستثمر، يعني تثمر حتى صباح الغد، ويعني يعاد التسليم وتسليم المقرات وتسليم العناصر المشتبه بها، وأيضا الخروج برؤية واحدة، لأن أبناء تعز جميعا بما فيهم القيادة والأمنية والمحلية والعسكرية هم مع الدولة، ويعني في هذا الاتجاه متفقين جميعا مهما كانت بينهم من تباينات بسيطة. سعادة العقيد، تتوقع أن تنتهي هذه العملية خلال الساعات القادمة أم تستمر لأيام؟ أنا أتوقع أنها ستكون معركة يوم إن شاء الله، لأنه معركة يوم ولا معركة كل يوم. إذا يعني لم تفلح هذه المساعي، أتوقع أن الأمور ستستمر، الحملة الأمنية ستستمر، إجراءات الدولة ستستمر، الإجراءات الأمنية والعسكرية وعودة مؤسسات الدولة ستستمر، وبالتالي لابد من يعني هذا قرار لا رجعة عنه، وخيار يعني محل إجماع، ويحظى بدعم الرئاسة اليمنية ودعم الأشقاء في التحالف العربي، ويعني إجماع أيضا داخل مكونات تعز جميعا أنه لا خيار أمام الدولة إلا أن تتواجد في كل المربعات، وأن تملأ كل الفراغات، وأن تمارس مهامها من المقار الرئيسية، وأن تمارس سلطاتها في حفظ الأمن وبقية المهام الرسمية لها في كل المربعات داخل المدينة وخارجها. كيف استغلت ميليشيات الحوثي هذا الوضع في تعز، ربما حسب ظنها، في مهاجمة بعض المواقع؟ الجيش منتبه لهذه القضية المهمة، نحن ونحن أيضا نواجه الجبهة الداخلية، أو نحاول أن نبسط سيطرة الدولة على الجبهة الداخلية، ونقف أمام الميليشيات المتمردة والعناصر الخارجة عن النظام والقانون في جبهتنا الداخلية. أيضا عيننا لا تغفل ويدنا على الزناد أمام العدو الخارجي أيضا، وأمام الميليشيات الإنقلابية التي تستهدف أيضا الدولة. كل الميليشيات تتفق على هدف إسقاط الدولة، وتتعاون فيما بينها جميعا على إضعاف الدولة وإضعاف وجود الدولة، لأنه المناخ المناسب لعمل الميليشيات هو غياب الدولة وملأ الفراغ نيابة عن الدولة. لكن الجيش يقوم بهاتين المهمتين بنجاح، ويده على الزناد، وفي الوقت الذي يواجه الميليشيات الانقلابية ويرصد تحركاته وتعزيزاته، ويعمل على تأمين المواقع والدفع إلى الجبهات القتال المختلفة، هو أيضا يؤمن الجبهة الداخلية، ويعمل على عودة الحياة وتطبيع الحياة وعودة الدولة إلى مقرها ومؤسساتها. إذن في إطار هذين العملين، عمل داخلي لبسط سيطرة الدولة ونفوذها وأمنها، وعمل لمواجهة الميليشيات،
ما الرسالة التي تحبون أن توجهونها من خلال هذا اللقاء؟ ربما يصل الصوت متأخرا للعقيد عبد الباسط البحر أو أن الصوت انقطع به. نحن نحب أن نوجه رسالة أن العمل الأمني هو عمل مجتمعي، وهو أيضا الأمن هو ثقافة وحضارة ومسؤولية مجتمعية على الجميع، المواطنين، على جميع الحاضنة الشعبية، على جميع الفصائل، على جميع الاتجاهات أن تعمل على حفظ الأمن، وأن تتعاون مع رجال الجيش ورجال الأمن والشرطة العسكرية، وأن يتعاون الجميع مع الدولة وأن مع المؤسسات الرسمية، مع الأخ المحافظ، مع مدير الأمن، مع قائد المحور، أن يكون هناك يعني ثقة متبادلة بين رجل الأمن ورجل الجيش وبين المواطن، وأن يعني أيضا يقوم رجل الأمن ورجل الجيش بمهامه، سواء المهام الأمنية التي لا تقل خطورة عن المهام الخارجية في مواجهة العدو الخارجي. وبالتالي نحن نناشد الجميع، الخطباء، المحاضرين، المثقفين، الإعلاميين، جميع المكونات، العسكريين، نناشد الجميع أن يغلبوا مصلحة الوطن، وأن يغلبوا مصلحة المجموع، وأن يغلبوا مشروع تعز الوطني ومشروع تعز المنادي بالدولة ومؤسسات الشرعية، وأن يخضع الجميع للحكومة، وأن يتعاون الجميع في الصالح العام لما فيه مصلحة تعز وأبناء تعز. العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز واللجنة الأمنية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، أشكرك جزيل الشكر. ناقشنا معك التحركات الأمنية لدحر المجاميع الخارجة عن القانون في تعز وبسط سيطرة الدولة. سنستكمل الحديث حول هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا، نعود إليكم. هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا حول التحركات الأمنية لدحر المجاميع الخارجة على القانون في تعز وبسط سيطرة الدولة. معي للحديث حول هذا الموضوع واستكمال الحوار عنه من تعز عبد الهادي العزعزي، عضو اللجنة العليا لحزب التجمع الوحدة واليمني. سيد عبد الهادي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي. أهلا. تحركت وتابع الجميع وتابعت أيضا قوات أمنية وعسكرية أيضا رمزية كما أشار ضيفي إلى بعض المربعات التي تسيطر عليها بعض المجاميع، والهدف كان استعادة مقرات الدولة وعودة الأجهزة الإدارية للعمل فيها. ما تعليقك على الحملة وكيف تابعتها؟ أعتقد أن الجميع تابع الحملة التي تمت اليوم في محافظة تعز. هذه الحملة تمت بغطاء شرعي كامل من اللجنة الأمنية العليا في المحافظة التي يقودها الأخ محافظ المحافظة الدكتور المحمود. هذه اللجنة شكلت لاستعادة هيبة الدولة وفرض هيبتها وإعادة ترتيب أوضاع الدولة في المناطق المحررة. أعتقد أن موضوع المقرات الحكومية في تعز موضوع نوقش أثناء وجود الأخ نائب رئيس الوزراء في تعز. اتخذت قرارات، تم استلام مجموعة من المباني، ظلت مجموعة أخرى بيض بعض الفصائل. هذه الفصائل اشترت أكثر من مرة جرى حوار لتسليم هذه المقرات، اشترط البعض دفع مبالغا كبيرة، واليوم هناك من يقول أنهم ليس لهم علم. هذه المناطق ظلت تحت سيطرة هذه الجماعات، لم تستطع الدولة العودة إليها. أيضا هنالك حالة تتهم بعض الأطراف بالإخلالات في الأمن. تعز عانت طوال الفترة الماضية من حوالي 230 حالة اغتيال، إلى جانب الاغتيالات لأفراد الجيش هنالك اغتيال للوجود الذهني للدولة. نحن أمام مفترق طرق، واللجنة الأمنية وأيضا المحور والجانب السلطتين الخشنتين للدولة، الداخلية والدفاع،
أمام حالة اختبار، إما دولة بشكل كامل وإما دولة وسلطة وسيادة قانون أو دولة للميليشيات. فكانت هذه المسألة على الجميع إعادة ضبط هذه المناطق التي التي أودت بتعز وقلبت لنا أكثر من مبرر وكلام على أن ما يجري لا يجري تحويل، لكن تحويل بعض الجماعات المتطرفة بدلا عن الدولة. وبالتالي كانت هذه العملية هي إعادة إدارة سلطة الدولة وهيبة الدولة، لا تتم بالحوارات، هيبة الدولة تتم بفرض السيادة لمن لا يعون ما معنى القوى الخشنة. ولذلك هنا أستاذ عبد الهادي، يعني هل ترى بأن هناك افتراضات مصاحبة للحملة ينبغي أن تكون؟ لا أعتقد أن هنالك افتراضات، هناك قرارات صدرت من الأخ نائب رئيس الوزراء وعن الأستاذ عبد العزيز قباري أثناء زيارته لتعز، تم الاتفاق، هناك محاضر مسبقة، يعني اليوم مر أكثر من 6 أشهر منذ هذه المحاضر والاتفاقات تقارب العام ولم تسلم هذه المؤسسات. لماذا تحتفظ بعض الفصائل بهذه المؤسسات؟ ما هو مبرراتها؟ لماذا يتم منازعة سلطة الدولة وهيبتها؟ لن تكون هناك قوى مسلحة عندما تحضر الدولة، يجب أن يختفي الجميع. هؤلاء مصنفين القسم الكبير، هؤلاء جميعا جيشا للجمهورية اليمنية، عليهم احترام قراراتها واحترام سيادتها. هذه هي إرادة الدولة وإرادة تعز أن لا تقاتل من استعادة الدولة. على الجميع أن يعيما معنا استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. طيب. المناطق التي تتحرر تخضع للدولة مباشرة وعلى الأجهزة القيام بمهامها داخل هذه المناطق. أستاذ عبد الهادي أرجو أن تبقى معي وسأعود إليك. معي الآن الأستاذ عبد الكريم شرف، عبد الحكيم شرف، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. أستاذ عبد الحكيم أهلا وسهلا بك. حياك الله، وسهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومساءك بالخير. تحدثنا خلال هذه الحلقة عن التحركات العسكرية التي جاءت بإشراف مباشر من اللجنة الأمنية العليا وأهدافها ونتائجها حتى الآن. الأحزاب السياسية في تعز، منظمات المجتمع المدني، الجمهور، الشعب، المواطنون في المدينة، كيف تلقوا وتعاملوا مع الحملة؟ طيب، بداية مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة سهيل والضيوف الكرام. عزيزي، يؤسف ما حصل اليوم في مدينة تعز، والذي راح ضحيته عددا من القتلى والجرحى وتدمير بعض الآليات العسكرية. هنالك كان توجيهات من قبل رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود لانطلاق عملية أمنية لاستعادة بعض مؤسسات الدولة بغرض تفعيل هذه المؤسسات وتطبيق العمل فيها. إلا إن ما حصل هو نوع من الاشتباكات حصلت ما بين القوات الأمنية التي قامت ببسط أيديها على هذه المؤسسات ومجاميع مسلحة تابعة في لهذه المناطق التي هي في بعض المناطق الشرقية للمدينة. الأحزاب السياسية هي دائما تسعى لتفعيل دور المؤسسات، لأنها تدرك أنه بدون تفعيل دور المؤسسات لا يمكن أن تظن أن يكون هنالك بسط نفوذ الدولة على جميع مؤسساتها وتطبيع العمل فيها، لأننا نشعر كقوة سياسية أن المؤسسات هي أساس الدولة، وبدون المؤسسات تشعر بأن هنالك عمل خارج إطار هذه المؤسسات، وبالتالي جميع القوى السياسية في المحافظة ومكونات المجتمع المدني تسعى جاهدة إلى دعوة لتطبيع العمل المؤسسي داخل المدينة تعز. طيب أستاذ عبد الحكيم، أرجو أيضا أن تبقى معي أنت أيضا. أعود إلى عبد الهادي العزعزياد واللجنة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني. أستاذ عبد الهادي، ضيفي هنا قبل الفاصل كان العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز واللجنة الأمنية، وأشار إلى أن هناك وساطات تجري لتسليم هذه المواقع. ما تعليقك؟
إن كان التسليم وانسحاب هذه المجامع حقنا الدماء يرحب به الجميع، لكن أعتقد أن المسألة يجب أن تضبط بشكل كامل. عندما أتحدث عن 230 اغتيال حصل ولأفراد محسوبين على الجيش الوطني وهذه شخصيات، ربع كان آخرها ممثل منظمة الصليب الأحمر الذي جرى اغتياله، إذا ظنت المسائل تسير بهذا الاتجاه فهناك استنزافا للصورة الذهنية للدولة. هذه منطقة منطقة مدنية، الناس تبحث عن القانون، لا يمكن السماح لأي جماعات أيا كان مسماها أو أيا كانت تسميتها يوجد لنفسها دولة داخل الدولة. هذه مسائل مرفوضة تحت أي مسمى حضرت الدولة. إذا كما يقال إذا حضر الوضوء بطل التيمم، كل هذه الجماعات عليها أن تخضع لسلطة الدولة. الجميع يقاتل منذ بداية حدوث الانقلاب والمقاومة في التحدي بهدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. هذان الهدفان الرئيسيان الذي تتحرك عليهما الجيش الوطني، المقاومة، كافة الأصناف. إن كانت للبعض مطالب هناك مؤسسات، هناك دولة عليه أن يتقدم بهذه بمطالبه. أما ثقافة البسط واحتلال مؤسسات دولة وتعطيل آلية عملها وبقاء مجاميع خارج سيطرة القانون، شل الأجهزة الأمنية عن العمل، إشاعة حالة من الخوف، تحويل المنطقة إلى منطقة غير قابلة للحياة بهذا الشكل شيء مرفوض تماما. ما تعمله اللجنة الأمنية هو عملا بالاتجاه الصحيح، الدولة وبنائها ومؤسساتها تبنيها القوى الخشنة والسلطة، وهذا جزء من نعم السلطة. عندما تصبح اللغة التي لا يفهمها الجميع إلا لغة العنف، سنتين من الحوار من أجل تسليم مؤسسة الدولة. على جميع الأطراف أن تتعظ من هذه المسألة، ويجب أن لا تخرج هذه لا بالوساطات ولا بالحوارات. لماذا لم يحكم هؤلاء العقل ويقدروا قوتهم؟ إن كانت المسألة هناك بعض الأطراف مع الأسف الشديد تعتبر التمنطق بقوة السلاح هو القوة الأساسية التي تحتكم لها، أعتقد عليها أن تعي من اليوم أن الوضع تغير في تعز تماما، وأن هناك قوة لا يمكن الاستهانة بها هي قوة الدولة وسلطتها الشرعية، هي صاحبة التفويض وهي من تفوض لها استخدام القوة بالطريقة التي تؤدي إلى حماية الناس والحفاظ على هيبة الدولة والقانون واحترام هذه المؤسسة السيادية. هذه القوات الأمنية التي انطلقت لبس نفوذ الدولة على تلك المؤسسات، مؤسسات الدولة، وجهت بالمواجهة العسكرية من قبل تلك المجاميع. وهنا أسأل الأستاذ عبد الحكيم شرف رئيس التحالف السياسي بمحافظة تعز سابقا عن الدماء التي سقطت والشهداء والجرحى والقتلى الذين سقطوا نتيجة لردة الفعل الميليشياوية على تحركات الجيش في تلك المناطق، يعني ما يترتب على ذلك؟ ما يترتب على هذه المسألة؟ سؤالي للأستاذ عبد الحكيم شرف أستاذ المعذرة. نحن قلنا في السابق أنه يؤسف ما حصل هذا اليوم من قتل داخل محافظة تعز. كان يفترض أنه الدولة تحركت على أساس استعادة مؤسساتها هذه المؤسسات، وبالتالي كان على هذه المجاميع ألا تقوم بردة الفعل والمواجهة العسكرية، وهي تدرك تماما هذه في مؤسسات الدولة. كان عليها أن تسلم هذه المجاميع دون المواجهة ودون الركوع أيضا إلى القتل، لأنها تدرك أن هذه المباني هي مباني مهمة ومباني استراتيجية خاصة بالدولة. وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أنه تسلم هذه المباني بدون مواجهات عسكرية أو بدون أيضا تدخل وساطات أو كذا، لأنه نفوذ الدولة هو يهمنا جميعا، سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو جوانب عسكرية أو مقاومة أيضا مقاومة شعبية. نعم. هل سؤال أخير أستاذ عبد الحكيم شرف، هل هناك من الأحزاب السياسية أو الجهات منظمات المجتمع المدني مثلا من لديه وجهة نظر مختلفة عما
تتبناها السلطة المحلية في المحافظة؟ أعتقد أن جميع الأحزاب السياسية ومكونات منظمات المجتمع المدني جميعهم يدركون أيضا بأهمية الدولة، وبالتالي ما أعتقد أنه في وجهات نظر أخرى مخالفة لتسليم المؤسسات إلى السلطات الرسمية سواء كانت الأمنية أو العسكرية أو المدنية، لأن بتفعيل دور هذه المؤسسات هو تفعيل للمدنية أيضا وتفعيل الأمن العسكري وتفعيل أيضا لبسط السلطة المحلية على كافة مناطق أو على كافة مؤسسات الدولة داخل الحي. الأستاذ عبد الحكيم شرف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس التحالف السياسي بتعز سابقا كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، ما دامت الحملة قد بدأت متى تتوقف من وجهة نظرك؟ الحملة التي بدأت حددت أهدافا محددة ولديها قرار، وتم اللجوء إلى الحملة الأمنية عندما فشلت كل الأساليب والطرق لاستلام هذه المباني وهذه المؤسسات. تم استعادة الدولة، كيف يمكن أن تفرض الأمن والأمن إلى اليوم لم يستطع الدخول إلى مبنى أمن المحافظة؟ هناك مبنى الأمن، مبنى البنك المركزي، مبنى أيضا قيادة المحور، مبنى قيادة الشرطة العسكرية، مباني تمثل هيبة الدولة، تمثل الرمزية للدولة. بقاءها خارج بقاء هذه الأجهزة خارج مؤسساتها بمعنى ذلك أن هناك قوة أخرى حلت محل الدولة، إذن هي الدولة بحكم سيطرتها على هذه الأماكن عليها أن تعي هذه المسألة. التمنطق بقوة السلاح على المناطق التي تحرك الجميع لتحريرها وانتزاعها وبالتالي الاحتفاظ بها، هذا كما يقول في المثل الشعبي كما يقال عندما بحث الضبع عن ابن الحمار عندما وجد ابن الحمار أكله مكافأة له، فهذه شبيهة بتلك هذه. هذا منطق غير مقبول، نحن نتكلم عن دولة مهمتها حماية الناس تحقيق الأمن، عليها مسؤوليات، هذه الدولة هي المظلة الكبيرة للناس جميعا وعليها أن تمارس مهامها. هناك حالة إجماع كما تفضل الأستاذ عبد الحكيم شرف، حالة إجماع عامة المحافظة، وهناك طالبة شعبية الناس تتظاهر تطالب بالأمن، تطالب بهيبة القانون، تطالب باحترام المؤسسية واحترام القوانين النافذة. كان هناك تسجيل صوتي لم تعلن حالة طوارئ. أستاذ عبد الهادي، كان هناك تسجيل صوتي تم تداوله لأبو العباس كما يقال عن أنه طلب بأن تأتي هذه السلطة المحلية لتداوم في تلك المقرات الأمنية تحت حماية تلك المجاميع، ما تعليقه؟ إن كانت سوف تظل دولة سلطة تحت الوفاية وتحت الحماية، جربت هذه المسألة بأكثر من مكان. هنا تكون السلطة إذا قبلت انتحرت وسقطت تماما من رؤوس الناس، هي السلطة وهي صاحبة التفويض وهي من تمتلك الشرعية، لا أحد من هؤلاء يمتلك الشرعية. الجيش بحد ذاته لا يحق له التدخل في الجانب الأمني ما لم يطلب من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، لأن معام الجيش ليست معام أمنية، معام الجيش معام دفاعية هو في معمة محددة للتحرير، هنا قوات أمن، وبالتالي إذا كان هذا الجيش الرسمي للدولة لا يتدخل إلا بطلب، وهناك تفويض، هناك آلية لتراتب السلطة. نحن ليست السلطة المحلية قبيلة في تعز أو عائلة لتدخل بحماية عائلة أخرى أو برعايتها تستأذنها عند الدخول وعند الخروج، إذا ماذا بقى من مفهوم كلمة السلطة؟ هذا إهدارا للسلطة، هذه حالة من الفوضوية كان يجب أن تحسم على قيادات المجاميع أيا كانت في الجيش الشرطة في عليها أن تعي أنها باسم الجمهورية اليمنية، وهذه الجمهورية هي قوة لها تراتبات ولها قانون ولها احتراما للسلطات والسيادة، وبالتالي هي رسالة موجهة إلى كافة الأطراف التي ترى أن القانون السائد كما يقال يا من معيد احنا الاكتاف كما يقول الحميد بن منصور الباطل الأخير من الحق، هذه المسألة انتهت
هنالك شرعيات عن الناس يتكلمون عن مرجعيات، هذه المرجعيات هي الأساس التي يجب التعامل عليها. هؤلاء إن كانوا من الجيش فنقول يجب أن يخضع الجميع لحياة الضبط والربط. نحن نتكلم عن جيش ولا نتكلم عن قوى مسلحة، ما يجري هذه المجانب قوى مسلحة، وبالتالي القوى المسلحة تفرض قانونها عندما تريد، فهي هل ستتحمل المسؤولية عن تحقيق الأمر 200 أكثر من 230 اغتيال داخل، أليس هؤلاء البشر؟ أليست السلطة مسؤولة عن دماء هؤلاء؟ لا، ما تتظل حالة الاستنزاف وحالة المراهنة على الجميع أن يعي أن هنالك مسائل لا تأتي بالتفاوضات، تأتي بقناعات وتأتي بأساسيات ومعام. مهام السلطة هي الحفاظ على أمن المدينة والناس وممتلكاتهم، والحفاظ على حياة المواطنين، وهو الجانب الأساس. هذه أول حق في الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. تحت أي مسمى يمكن أن تظل السلطة؟ هذه السلطة العليا داخل تعيش تستأذن من أجل أن تدخل المبنى الذي هو ملكا لهذه السلطة، وهي من صاحبة الصلاحية في التصرف، وهي المسؤولة عن الآخرين. فإذا كانت أعلى سلطة تستأذن وأيضا تظل تحت الحماية، فما تكاليف هذه الحماية ومبرراتها دستورا وقانونا؟ عبد الهادي العزعزي عضو اللجنة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ناقشنا معك ومع ضيوفنا جميعا من تعز العملية الأمنية التي انطلقت في المدينة لدحر المجامع الخارجة عن القانون في تعز وبسط سيطرة الدولة. نشكر لكم متابعتكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء.